فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو. زميل حامد الحارثي ولضيوفه الكرام زبير بيا، خالد بيومي، فريد علي، أيها الأحبة في كل مكان، مشاهدي أبو ظبي الرياضية، طابت أوقاتكم بكل خير في الوطن العربي الكبير وفي القمة العربية الكبيرة من ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الذي يحتضن هذا المساء قمة المولودية الجزائري وضيفه الرجاء البيضاوي في الدربي المغاربي وفي ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن تأهل المولودية على حساب القوة الجوية بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا في المواجهتين، وكان الرجاء تأهل إلى هذا الدور على حساب غريمه التقليدي الوداد بعد عودة لمصلحة الشياطين الخضر الذي سيبدأ هذا اللقاء على يسار السادة المشاهدين. في المقابل المولودية على يمين السادة المشاهدين صافرة بداية وانطلاقة شوط المباراة الأول الديربي أمام الوداد. هذه ركنية عودة كل لاعبي المولودية، تقدم لاعبي الرجاء، هذه كرة لفة لكن سهلة في يد حارس المرمى فريد شعال اللي يحاول في هذه الكرة، محسن يلعب كرة للأمام لكن التغطية بعد ذلك من المدافع مرواني، يستعيد هذه الكرة، خطأ دفاعي واضح من جانب دفاعات المولودية، وصلت في الدقائق القادمة الكرة وصلت إلى جابو، جابو بمر الكرة إلى حشود في الجهة اليمنى البحثة الكرة أرضية لكن التغطية بعد ذلك من جانب الدفاع، هذه كرة للأمام لكن يتركها أنس سنيتي إلى ركلة مرمى شناو. فريق المولودية سفيان بن دبكة لعبد المؤمن جابو يلعب كرة تمريرة تسديدة محاولة أولى في المباراة لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى أنس زنيتي، كانت من سفيان بن دبكة، كانت من جانب قائد فريق المولودية، هذه تمريرة عبد المؤمن وتسديدة سفيان بن دبكة لكنها مرت إلى ركلة مرمى عند الحارس أنس زنيتي. تغطية بعد ذلك من جانب العمارة، هذه تمريرة من هناك محاولة وصلت إلى متولي عرضية قبل أن تصل مالانجو أبعدها المدافع أيوب عزي وبالتالي لمصلحة الرجاء. شوف هذه التمريرة، الكرة من محسن متولي داخل منطقة الجزاء، أيوب الشعب يحاول أن يسجل في مرمى عميد المولودية، تسديدة قوية لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، كانت محاولة بحاجة إلى تركيز أكبر، الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المولودية. من جابو بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء لكن التغطية بعد ذلك من جانب الدفاع، يستعيد هذه الكرة مرة أخرى فريق المولودية، فصلت في مكان بن علجية شمس الدين عبد المؤمن جابو، نقلات لمصلحة المولودية، عبد المؤمن يحاول لكن التغطية من شاكير بشكل رائع بيخلص هذه الكرة من أمام جابو، وصلت إلى الورف بشيلها حارس المرمى في محاولة، التغطية وصلت من هناك بالجهة اليمنى محسن متولي باتجاه مالانجو، خطيرة هذه الكرة إلى رحيمي، كرة لمصلحة الرجاء، الكرة لمصلحة الرجاء، الرجاء محسن متولي خلف الخطأ، الكرة ثابتة عالية للأمام لكن التغطية من الدفاع يستعيدها مرة أخرى من هناك الدفاع بيخلص هذه الكرة، دفاع المولودية عبد المؤمن جاب. الحديث اليوم عن عشاق الرجاء خارج البيضاء أكثر بكثير من داخلها، جبيرة يلعب في الجهة اليسرى وفي قلب الدفاع شاكر بالإضافة إلى ورفلي، الله كرة رأسية محاولة هي الأخطر في المباراة لكن أنس سنيتي في المرمى، محاولة كانت عن طريق فريوي، فريوي بكرة رأسية كان ممكن أن يصل لمرمى الرجاء لكن سنيتي. شمس الدين يلعب كرة بشكل رائع بالمقاس على رأس فريوي، فريوي المولودية يحضر في هذه اللقطة، لقطة هدف أول تضيع على فريق المولودية بتألق حارس المرمى أنس سنيتي، شوف هذه الرأسية والتألق ببراعة خلص هذه الكرة أنس سنيتي في كرة هدف محقق من هناك خلف شمس الدين، شمس الدين حراق، ركنية لمصلحة المولودية، هل يفعلها المولودية ويسجل هدف؟ هذه كرة من هناك في الجهة اليسرى عالية للأمام راسية، جول جول 1-0، العميد يصل من جديد ويسجل هدف المباراة الأول، كان قريبا في لقطة فريوي لكنه يعود ويسجل عن طريق نفس اللاعب فريوي، يسجل هدف أول لشناوة، الملعب يهتز هنا ملعب مصطفى تشاكر بهدف في الدقيقة 28
العميتي، لكن في المرة الثانية العميت يعود من جديد لمرمى الرجاء ويسجل هدفا أولا بطريقة ذكية من جانب إفريوي اللي يهرب من الدفاع ويلعب كرة رأسية على يسار أنس زنيتي، يعطي الأسبقية لمصلحة العميد بهدف مقابل الشيء. العميد واحد، الراجع الخضر لشيء في كرة رأسية من جانب إفريوي يعوض غياب الكاميروني روني إيفا، هو أمامنا إفريوي، وبالتالي مصائب قوم عند قوم فوائد. هذا هو إفريوي اللي يحتفل بهذا الهدف بهذه الطريقة بجرينت عالية جدا، يسجل ويتقدم لمصلحة المولودية بهدف مقابل لا شيء. في بعد مرور نص ساعة على بداية المباراة تولي محسن يحاول ترمومتر الفريق عالية للأمام، لكن التغطية من الدفاع، هذه تسديدة لكنها مرت بعيدة على مرمى الحارس فريد شعال، تحولت إلى ركلة مرمى لونغا رحيمي، ومتولي خلف الكرة الثابتة، محسن متولي يلعب كرة قصيرة، هذه تسديدة من عمر بوطيب، لكن التغطية أيضا من جانب دفاع أكسب خطأ في هذه اللقطة، يلعب بشكل سريع، هذه كرة وصلت في مكان إلى رحيمي يسدد كرة، لكن بعدها فريد شعال بداية قوية لمصلحة الرجاء في الدقائق الأولى على بداية وانطلاقة شوط المباراة الثاني، تمريرة من مالانجو إلى رحيمي، لكن هذه كرة للأمام، تمريرات نقلات موجودة، وصلت الكومة، تسديدة بعيدة تماما تعتلي العارضة، وصلت إلى جابو القصير المكير، من هناك إلى بن دبكة للأمام داخل منطقة الجزاء، تسديدة سفيان، لكن خلصها دفاع حكم المباراة قد يحتسب ضربة جزاء لمصلحة الرجاء على اعتبار بأنه لمسة اليد موجودة على العمارة. في الشوط الأول لاعبي الرجاء كانوا يطالبون بالفار، في الشوط الثاني أيضا أسروا على وجود الفار والعودة للفار، وهم ينجحوا في إقناع حكم المباراة الذي يتجه إلى تقنية الفار، وبالتالي بنسبة كبيرة سيحتسب ضربة جزاء عادل للنقبي لمصلحة الرجاء، ضربة جزاء لمصلحة الرجاء، النسور تبحث عن التحليق هنا في مصطفى شاكر، قرار حكم المباراة عادل النقبي، وربما بطاقة صفراء تنتظر لعمارة بلمسة يد كانت حاضرة في محاربة سال أول على بداية الشوط الثاني، محسن وحارس المرمى فريد شعال، متولي جول التعادل لمصلحة الرجاء من ضربة جزاء، محسن متولي يصل إلى رابع أهدافه في البطولة العربية، لابد أن تكون لك أحلام فوق العادة، الحياة في كل الأحوال لا تعترف سوى بالحالمين، والأحلام أكرم من أن تبخل عليك بتكرارها يا محسن. متولي أربع أهداف في البطولة، يعيد الرجاء للمباراة ويسجل التعادل في الدقيقة 58 في دقائق الرجاء. كرة من هناك، محسن يلعب كرة عرضية خطيرة، الكرة في مواجهة المرمى، مالانجو في العرض بعد ذلك المتابعة، لكن الكرة ضاعت بشكل غريب، مالانجو في العرض والمتابعة من رحيمي، لكن فريد شعال في تصدي في منتهى الروعة، انظر لهذه العرضية من عمر بوطيب، استلمها مالانجو والمتابعة من رحيمي بشكل غريب، فرصة الهدف الثاني تضيع على النسور التي كانت قريبة من أن تحلقون في البليدة، لكن حارس المرمى فريد شعال، هذه الكرة لمحسن متولي، ممكن هنا كلمة السر، مر تقدم من الورتاني، متولي تقدم، أوهو الله، كلمة السر للرجاء، يظهر محسن متولي يسجل هدف ثاني مالانجو، إن ما تحرك متولي تحرك الرجاء وتحرك مرمى الخصم، يسجل مالانجو هدف ثاني لمصلحة الرجاء، انطلاقة عظيمة.
عظيمة من العظيم محسن متولي، مر وتقدم ولعب كرة أرضية، والمتابعة بعد ذلك من مالانجو، هدف ثاني لمصلحة الرجاء، يقلب تأخر بهدف إلى تقدم بهدفين، يستغل النقص العددي، الرجاء 2 المولودية 1 هنا في استاد مصطفى تشاكر بالبليدة، والحزن يخيم على مدرجات مصطفى تشاكر، والفرح هناك ينتشر في مدينة الدار البيضاء، في مدينة الدار البيضاء في كازابلانكا بالهدف الثاني أنصار الرجاء.